تعد ناهد عجة ابنة وزير الدفاع الأسبق مصطفى طلاس والتي تعيش في باريس من أكثر الشخصيات غموضاً بالنسبة للسوريين، فبعد أن كانت على مقربة بشدة من الرئيس السوري بشار الأسد وزوجته انقلبت ضده وخدعتها، فما القصة؟ بين الحين والآخر تتردد شائعات حول ناهد العجة والمولودة عام 1959 في حلب، وذلك لعلاقتها الوثيقة بأبرز رجال الوسط الفرنسي والسوري أيضاً. فناهد كانت من الدائرة المقربة لصنع القرار في سوريا، حيث جمعتها علاقة صداقة قوية بالرئيس السوري بشار الأسد وزوجته، ويقال إنها استضافتهما في حفل عشاء عندما زارا باريس، كما قامت باصطحاب أسماء الأسد لأفخم المتاجر الباريسية. لكن العلاقة الوثيقة بينهم لم تدم كثيراً، حيث ساعدت ناهد شقيقها العميد مناف طلاس على الهروب من سوريا بعد انشقاقه عن الجيش السوري، حيث عملت على تأمين خروجه من دمشق إلى تركيا بعد وضعه تحت الإقامة الجبرية، وذلك بفضل علاقتها بالشخصيات النافذة في فرنسا. كما قدمت الخدمة ذاتها لشقيقها رجل الأعمال السوري فراس طلاس، وكذلك لوالدها العماد مصطفى طلاس. ويقال إن ناهد كانت تحاول جمع شقيقها مناف بسياسيين غربيين بعد انشقاقه عن النظام السوري لمساعدته في الوقوف بوجه النظام السوري المتمثل في بشار الأسد. وكان وزير الخارجية الفرنسي حينها لوغا فابيوس سعيداً بشدة بانشقاق مناف، لأنه كان يعد الصديق المقرب لبشار الأسد واليد اليمنى لها، حيث قال وزير الخارجية الفرنسي في مؤتمر أصدقاء سوريا في باريس أنه سعيد بأن الدائرة الضيقة للنظام السوري بدأت تدرك أنها لا تستطيع الاستمرار في دعم بشار الأسد. وناهد عجة هي أرملة الملياردير السعودي أكرم عجة، وقد تزوجتها عندما كانت في 18 من العمر، بينما كان هو في الستينيات. وبعد وفاته عام 1991 ورثت عنه ثروة تقدر بمليار دولار، ومنذ ذلك الحين ظهرت كسيدة فاحشة الثراء وراعية حفلات المجتمع الباريسي الراقي. أما في عام 2003 فقد كتبت الصحف الغربية عن ناهد العجة أنها ملكة الشطرنج الغامضة، والتي اشترت حصة تبلغ 11% من شركة اتصالات للإعلانات. وبحسب التقارير الفرنسية فإن ناهد تعد من الشخصيات المؤثرة بشكل واضح في الوسط السياسي الفرنسي، وتربطها علاقات قوية بكثير من رجالات هذا الوسط. ففي العام 2003 احتفل رئيس الوزراء الفرنسي السابق دومينيك دوفيلبا بعيد ميلاده 50 في منزلها.